مجلة فوربس الأمريكية قدرت ثروة رئيس الجمهورية ميشيل عون بمليار ومئتي مليون دولار، ثروة رئيس الجمهورية. ووفق تقارير صحفية متداولة تقدر ثروة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بمليار وخمسمائة مليون دولار. أما رئيس الحكومة السابق والنائب الحالي نجيب ميقاتي فيملك ثروة تقدر بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار. الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ونجل النائب تيمور يملكان عقارات وشركات غاز وبترول ونبيز تقدر ثروة عائلتهما بمليار دولار. رئيس مجلس النواب نبيه بري المتربع على رأس السلطة التشريعية منذ ما يقارب 30 عام يملك ثروة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار، يعني فقير شوية إذا قورن بالسابقين. ومن أصحاب الملايين أيضا نجل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، النائب توني فرنجية اللي صورته معانا، والذي تقدر ثروته بأكثر من 60 مليون دولار، الكادر الثاني من الأغنياء.